شاكرين يا رجاله نجابكم في الافراح. الغالي رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي ياما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضي تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ ما لا في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابق على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بيت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا أم تعضل. مراته يا حاجة، سيبها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت عالساق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطالبة أكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد لله على السلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. ها قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذة. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريط وبتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم كلهم متفقين على بنود، وأياً كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل. مهما اختلفت أشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص. لكن مش مستحيل، وعلشان كده إحنا هنا، والكراسي اللي إحنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس أو غيره من التجار فاكرين نفسهم أذكياء أو حتى أقوياء، مهمتنا إن إحنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك، ولما أسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانت حضنها. أنا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك، يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام،
ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. ما أنا محتاج وقت عشان أفتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش، خلاص قولي لي عايزه تقولي ايه، بس واحده واحده. ها ادى ده السجن، ولا في السجن كنت عايش ازاي في السجن؟ اه مسجون، مسجون بين اربع حيطان يا ولده وسط وشوش كئيبه، انما ايامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى الكلام في اللت والعجم دي ليله، سلام، دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا دي ليله بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله، قولي لا اله الا الله. دي لا اله الا الله. حلو دي حكايتك يا كرامه، شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتحرم منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص ايام ولت. العب ريست 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 بتاع زمان. بس ما تخميش. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المره الجايه هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبص لي كده ليه، زي ما اكون مجنونه ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملها مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل؟ انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها، ولا حد في الكون ده كله حمل جزة من نبأ. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني، لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي يا عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاويه دي تتمنى تقلعي لها عين، ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه ده انا على ذمه راجل؟ بقول لك ايه، ما تدخليش عيشه في ام الخير. الله دي غير دي، خميس ده املنا كلنا، املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. Thank you.
تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعتله عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمة؟ وياريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزرة عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطرة؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنية قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشة. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده، وده اخر كلام عني. يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة أنا تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاج، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاج. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمة خميس. ماشي يا حاج، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل، ومن بكرة ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاج، امرك. اسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاج. ربنا ينجح مقاصدكوا يا رب. هاتها جمايل وعدل المايل يا كريم. بالإذن حاجة. مع السلامة يا أخوي. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. يا مطني، الزوزي فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. أشوفولي فاني ده. وقول للرجالة تجهز عشان في قاعدة بكرة. يلا اغفل. يا كرامة مالك؟
خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه؟ بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. اه ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين السعادة؟